وعلينا معهم
والإسلام والإكرام والأخلاق والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخلاف البركة الكرام. من صار فيه الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان ومنى علينا بالاتباع نبيه الهادي إلى الحق والبيان وأرشدنا لشرائه واتباع حكمه وإلى وجه القرآن وأشرفنا بذكره ووفقنا لشكره وأنحفنا وابعث المقام محمودا الذي وعدته يا